أهلا بكم. يدخل قانون قيصر الأمريكي اليوم حيز التنفيذ، والحكومة وإن كانت غير معنية بإصدار موقف رسمي عن القانون إلا أنها تبحث تأثيرات هذا القانون على لبنان واللبنانيين المحاصرين أصلا في ظل عقوبات أمريكية سابقة وتهديد بتشديد وتوسيع هذه العقوبات. والأسبوع المقبل يرعى رئيس الجمهورية طاولة حوار في القصر الجمهوري حول الأزمات المالية والمعيشية والسياسية المحلية والإقليمية بحضور رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، ولأول مرة بمشاركة رؤساء جمهورية ورؤساء حكومة سابقين. أما اقتصاديا، فالدولار في السوق السوداء لا يزال يرتفع مع بدء تنفيذ آلية العمل التي جرى الاتفاق عليها في الاجتماع الأمني المالي الموسع الذي عقد الاثنين في السراي. عن كل هذه المحاور أتحدث اليوم مع ضيفي الناشط السياسي والبيئي شربل أبو جودي. أهلا وسهلا فيك. يعني يمكن الحكومة قالت أنه لن تصدر موقف رسمي، بس شئنا أم أبينا لبنان سيكون تحت تأثير قانون قيصر، خصوصا بما يتعلق بالتصدير الزراعي بالتصدير الصناعي اللي كانت سوريا بالنسبة لنا البوابة حاليا المنفذ الوحيد البري. هل برأيك يعني حنلمس تأثيره مباشرة لهذه هذا القانون وهذه العقوبات؟ هلا طبعا بموجب حكم الجغرافيا محاوطتنا سوريا من كل الميلات، وعندنا تحت اسرائيل. يعني عم يقولوا لنا سكروا سوريا نزلوا من اسرائيل، ما في شيء مش مزبوط بالمعادله. فاكيد لبنان رح يتاثر بشكل كتير كبير، الحدود البريه رح مسكره كليا، صارت علينا علينا نشغل على الحدود البحريه مثل ما صار بوقت بدايه الازمه السوريه. مزبوط. الحرب السوريه مزبوط. تسكرت الحدود علينا تطوير الموانئ هلا ونشتغل على الموانئ، لان باش عندنا ننفس الا البحر. هيدي اذا الا شو بدهم ياخذوا قرارات بالدوله. هيدا برايك انت اذا الحكومه منا مستعده تواجه، اذا الحكومه مستعده تواجه بدها تاخذ قرار كحكومه مش كحزب او ككذا، يتفقوا بدهم المواجهه يفوتوا بالمحور اي محور بدهم يشتغلوا تنعرف حالنا لبنان وين رايح. او اذا بدهم يكونوا على حياد، انا برايي اذا بيكونوا على حياد وبيستوعبوا السلاح مثل ما كانوا بال2012 انه السلاح للدفاع عن اسرائيل، والحزب بقلب اسرائيل والحزب بقلب الدوله ضمن الخطه السياسيه بياخذوا قرارات سياديه مستقله، لنا ضد امريكا ولنا ضد ايران لنا برايي حل الوضع. قادرين يواجهوا او قادرين يوقفوا على الحياد؟ انا بقول قادرين نوقف على حياد. هيدا او هيدا قادرين يوقف على حياد. قرار ما في شيء هين، لا المواجهة هينة ولا الحياد هينة. بس الحياد أنا برأيي منه غلط، الحياد هو اللي منقذ للبلد. ليش بدي عادي إيران؟ أنا ما فهمت. ولا بدي عادي أمريكا؟ ليه لا بدي عادي السعودية؟ بس هني حطوك قدام أمر واقع. يعني اليوم الأمريكيين بيقولوا لك يا معنا يا ضدنا، ما بقى عندي حل وسط. يعني أنت بدك تكفي تمشي مع الإيرانيين، تفضلوا خذوا عقوبات. نحن لك عقوبات من حزب الله. اليوم عم نحكي عن حلفائهم. مزبوط. سويسرا في إلا طريقة تعيش، عرفت تمشي بين النقاط. هون نحن الشعب اللبناني كتير ذكي، فينا نفوت بين النقاط ونمشي ونلاقي حل. هيدا إذا كان عندك استقلال حقيقي واستقلال اقتصادي واكتفاء ذاتي. نحن للأسف بحاجة لكل الناس. أكيد هون لأنه بحاجة لكل الناس مش مضطرين عادي حدا، ماني مضطر عادي أمريكا ولا مضطر عادي إيران. بالعكس أنا بدي صاحبهم وبدي يقفوا حدي وشوفيني ابني بلدي استفيد منهم تبني بلدي مش تهدم بلدي. بدنا نكون حاطين ضد بعض ونوقف حد بعضنا تنشيل البلد. انا هيدا 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 الفيجن تنقدر نخلص البلد، والا بتضل منحرات. هيدا جايب تركيا وهيدا جايب ايران وهيدا جايب السعوديه وهيدا جايب ما بعرف مين وهيدا الصين. ويا حرام يا لبنان لوين رايح؟ حلنا نوعا يا جماعه، هيدا وطننا، وطننا تنعيش فيه كلنا سوا، هيدا وطن التعايش، وطن المحبه، كلنا منحب بعضنا، احلى شعب. الحكام مختلفين يا خيي، خدوا هالغل اللي اخذتوها يا خي والله معكم، خلينا نعيش بهالبلد. خدوا هالغل اللي اخذتوها صحتين على قلبكم، نحن بلحظه بنبني بلدنا، نحن بنعطي الثقه لبلدنا، بلا الثقه ما في شيء. شو بدي اقول لك؟ عايشين يعني بصراع. رايحين برايك على يعني بجراء قانون قيصر على اصعب، يعني اليوم رايحه الحكومه عم بتقلنا انا بدي اروح على اقتصاد ريعي، وكان في 30 سنه خاطئه من موضوع الاقتصاد، اليوم رايحين على اقتصاد ريعي. طب نحن كيف بدنا نعمل اقتصاد ريعي اذا ما عندنا اسواق مفتوحه لنصرف انتاجنا؟ مش بس هيك السوق المحلي لحاله بس هيك قبل ما تبلشي تفتحي اسواق لبرا ناتجي كيف بدك تنتجي؟ اذا المعامل اللي عندنا هلا عم تسكر
اذا المعامل الضخمه المرتبه اللي عم تنتج عم تسكر ما فيها تجيب مواد انه يفرج لهم على شويه اموال ما فيها تجيب مواد اوليه صح منيح غاليه تسكرت المعامل تبعنا وبشوفك تتكلي على معمل المربى وال شو بيسموه هيدا شو بدك عشان هيدا اقتصاد اقتصاد بده يكون اقتصاد ضخم زراعه ما بتكون تزرع قدام البيت تتخلص اقتصاد بلد الزراعه بتكون حكيمه ممنهجه مبرمجه ومطوره وكلها معدات ما فينا نتكل ازرع قدام البيت بدي خلص اقتصاد لبنان اوكي كثير منيح تزرع حد البيت بتشيلها ستريس منك بتشيلها التعصيب بتشيلها يعني عم بجربوا يروحوا على شيء اسمه اكتفاء ذاتي اكتفاء الذاتي لانه احنا اليوم الميزان التجاري العجز اللي عم بيصير بالنسبه لنا طالما انه قدرنا نعمل شوي هيدا التوازن ونخفف فاتوره الدولار اللي اليوم هي كسرتنا على راسي نحن بلد صغير زراعة فوتيني المشروع اللي حفت لك انا فايت بكثير مشاريع زراعيه الزراعه تقدر تنتجي فيها بدل ما تزرعي بطاطا وصحاره البطاطا بتبيعيها تتصدريها لبرا ب 10000 ليره و 11000 ليره و 10 دولار يا اختي منيح مثلا اذا بعطيكي مثل صغير كيوي قد ايه بتصدري علبه الكيوي اللي بتطلع صحاره البطاطا 40 علبه يعني اذا العلبه الصغيره حقها 10 دولار او 8 دولار طيب ما في صناعه في زراعه منتجه بتأمن ارباح بتأمن لك ارباح اكثر الحشيشة كتير مهمة بس ما عاد ما عملوا الأدوية ليه ما بتفوتوا بالألوة فيرا الألوة فيرا ما بدها مي سهل البقيع فاضي تفضلوا يا جماعة يلي عم يسمعني يسمع سهل البقيع فاضي الشمالي كله سوا الألوة فيرا كتير مهمة ونحن عم نعمل المعامل ونحن مستعدين نشتري الانتاج كله زرعوا ألوة فيرا نحن منشيل دواء منشيل لوشن منشيل جول عصير يعني شغله كثير مهمه وهيدي انتاجها 20 مره لها استخدامات طبيه 20 مره انتاجها من الـ من الـ من الحشيشي وبدها كبايه مي شتله بس بالشهر بس يمكن مربحه اكثر الحشيشي لانه يمكن المربح لانها سريعه هيدي اول سنه يمكن ما بتقطف منها ثاني سنه اقل بس ثالث سنه اخذت انتاج دايم طيب ليه نحن بس ما نفتش لهلا كيف بدنا نعيد بدك تعمل اقتصاد يمكن هيدا ناقصنا هو الارشاد او التوجيه الزراعي يعني لما نطلع نحكي اقتصاد رعاية قولوا للمزارعين فيكم تزرعوا واحد بدهم يزرعوا قمح يا عم القمح كل السهل شو بده يطلع لك وشمندر سكري وعندنا مصلحه لالهم مش انتاج ما عم تعمل انتاج يعني ما عم تعطي شيء فوت مصاري بين البلاك بيري والجولدن بيري العلبه حقها هالقد علبه صغيره حقها 16000 هلا ب 30000 بتشوفيها بالسوق وبين صحارة البطاطا أو كيس القمح بيطلع 16000 أو 50000 طيب يا جماعة في طريقة بالزراعة نحن بلد صغير وبتعرفي تبع الزيت الزيتون تبعه اللي فيك تجيبي قنينة الزيت اللي بتشوفيها أنت بالسوق ب 5000 ليرة بينما أنا عم بيعها بلندن ب 80 باوند في هون نو هاو كيف تشتغلي بالزراعة مش حيلا زرعنا ونتجنا وبدي خلص اقتصاد بلدي بصناعة ضعيفة اليوم لما وزارة الزراعة قررت تعمل شيء وزعت على البلديات شتل البندورة وخيار خي عودي قدام البلد رح أعطيكي مثل صغير الإرشاد الزراعي يلي واحد بده ينتبه له مثلا رح أعطيكم النحل أنا إلي شهرين بالنحل النحل شغلة كبيرة غير أنه إفادتها على الطبيعة وعلى البيئة وعلى الكذا نحن بس مضطرين ياخذ منه عسل وهذا غلط صح فيك تبلش تشيلي بولان فيك تبلش تشيلي بروبوليس البولا يلي بيسموه الحب يلي بتجيبه بتشيلوها من الزهر البروبوليس الحمايه اللي بتعملها للقفير بتشيل الفينوم العقصه تبع النحله ولك هو كلهم قد 100 مره بيطلعوا من العسل ليش نعمل القطاع دوره متكامله يعني انا شو نفع ازرع الالوفيرا وما عندي مصانع تصنعها نحن عم نعمل دراسه عم نعمل مختبرات هلا انا بدي صدرها لبرا ليه ما بصنعها عندي نحن بدي صنعها وبصدر لبرا يعني هون هيدا ارتباط الزراعة بالصناعة مية بالمية بس وين المشكلة وين عم نصطدم هلأ بدكم صناعة بدكم زراعة طب يخي بدي اشتري الشاتل وين بجيب مصاري ما حدا بياخد مصاري ما حدا بياخد شيكات طب ما بدي احفر بير بدي اعمل بدي انكش الارض بدي افلح الارض ما بجيب مصاري حاجزين الاموال طب اعطوني مصرياتي اعطوني مصرياتي تاشتغل مش عم بقلكم اعطوني اياهم تاصرف وروح كزدر طب كيف بدي اشتغل المزارع بلبنان ينتج زراعة ينتج صناعة وين حاجزينه الأموال وحاجزينه أنا الزيت تبع سنة الماضي بعده بالكونتينر بستانلس ستيل لا ما قدرت صد جيب من إيطاليا الأناني لا كيف أي صناعة بدكم إياها أي زراعة بدكم إياها ليه بدنا نجيب الأناني من برا لأني معامل عنا هون تسكرت
طب مش حرام؟ شان مترابطة كلها. مش حرام؟ القرارات اللي أخذتها وزارة الاقتصاد بموضوع دعم بعض الأمور الغذائية من ضمنها كانت موضوع العلف وموضوع الشطول الزراعية وغيرها، قد إيه بتأثر نسبتها على دعم الزراعة؟ كله بيأثر بس مش عم نشوف شيء على الأرض، عم نسمع حكي وعود بس ما في شيء على الأرض، فرجونا حكي، فرجونا في شغل على الأرض، مؤتمرات، اللي بدك إياها، حلول، خطط، يا خيي شوف فرجيني شغلة طريقة زفتت، فرجوني نفق انعمل، فرجونا شيء على الأرض للعالم توثق أنه في ناس عم تعمل وسبة إلى الأمام عم تنطلق بالبلد. حكي أنت ما عملت، أنا من 30 سنة أنا يا خي مش هيك بيشتغلوا يا جماعة. بلدنا أجمل بلد بالعالم، أحلى أحلى شعب، أطيب شعب، شعب بحب يعيش، ليش عم نعمل فيه هيك؟ ليه عم ناخذ هالمحاور الغلط؟ ليه مش مضطرين؟ حرام يا لبنان اجمل بلد بالعالم. المشكلة برايك بالسياسه والحال بالسياسه؟ اكيد مش بخطط اقتصاديه بالسياسه. اول ما تاخذي قرار انه انت حتكوني عحيد مع الكل، ليش انا بدي خانق حدا؟ ما بدي خانق حدا. بتشوفي انه البلد رايق، بس تعطي الثقه للعالم شعب اللبناني، لا بدنا صدر ولا بدنا البنك الدولي ولا بدنا حدا، عندنا ادمغه ما 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 فتح ورزق فعلا. يعني انا بي مشاريع صغيره عم نقدر نعمل منها. بي 30 شقفه، 6 7 شقف ارض تعلمنا نحن خمس شباب حكيمين ومهندسين ودكتوره بالبروجرامينج، بي 4 5 شقف ارض كلنا فلحناهم وزرعناهم لو بدنا نعمل هيك. يا جماعه بدكم تطلعوا مصاري للبلد، الشعب بده يشتغل بدماغه، ما فينا نتكل على زراعه فقط. بس انت استاذ شربيل يعني خلينا نكون صريحين، يمكن عندك كان قبل موجودة تقدرت نفذت مشاريعك ماشي. غير شباب إذا عندهم هيدا المشروع بيجوا ليترجموه على أرض الواقع بيصطدموا، ما عندهم تمويل، ما في حدا بيشتري المشروع، بينجبر ياخده لبرا ينفذه برا أو يسافر رح يشتغل شغلة تانية. أنا مش بكل قادر أنا ينفذ. أنا معروف من عمر 8 سنين بيشتغل ما بياخد ولا ليرة من بي. كنا بلشنا نلم طابات بملعب التنس، رجعنا بلشنا ندرب تنس، كتر خير الله قدرنا نوقف نخلص بالحوادث بالكذا، عامل حالي بحالي ومش متكل على حدا. نحن بالبلد لبنان كمان بلد في فرص، بس مشكلتنا ما عم يخلوا استمرارية. بي كان منطلق وكان عامل مطاعم بالحمرة وبالكذا، اجت الحوادث رجعنا من الصفر، رجعنا أسسنا. هلا نحن أسسنا يا جماعة ما نخرب بلدنا، مش عم يبلشوا ولادنا من الصفر. شركات الزيت اللي منشوفهم بإيطاليا وبفرنسا 40 جنراسيون و 30 جنراسيون، نحن جنراسيون تاني جنراسيون احترقت من الحرب بيجوا عن جديد. ما بيصير هيك. ولك والله هيدا وطننا، والله هيدا وطننا، ليه عم نعمل هيك ببلدنا؟ للاسف محكومين نحن كل فتره والتاني بنرجع. ليش بدنا نحكي ساعه حرب ساعه ليش لمين ازمات اقتصاديه لمين شو طلع لهم؟ نجي مره على هالدنيا، خلينا نعمل بلدنا، خلينا نعمل اسم لحالنا. احول الامارات كيف شايفين حالهم؟ شايفين حالهم بعدين لحظه كلهم اختنوا. ليش؟ لأن الحاكم تبعهم عرف يديرة كل الإمارات، كل الشعب الإماراتي صار مرتاح. ليه؟ لأن الحاكم تبعهم عرف يديرة وعرف يلعب بين النقط. نحن ليش فقرنا هون؟ لأن الحاكم ما عرف يلعبها، أخذهم لحاله. معي؟ هون غلط. ما هو الحاكم رح يغتني. نحن هيدا بفكر حاله أنه صار معه 5 مليار أنه صار ملياردير وفقر الشعب كله، ولك تاور واحد بدبي حقه 5 مليار. شو عم تحكيني؟ إذا عندك مليون 3000 تاور بدبي شو عم تحكوا؟ هون سرقتون مشيل، سرقتون هون، سرقتون خربتوا بلد فيهم. خدوهم يا خي، يلا خدوهم وفلوا وخلي هالشعب. نحن والله العظيم مستعدين نرجع نبني أجمل بلد، وما بدنا ولا فرانك منكم ولا بدنا نحسبكم، بس فلوا للأسف. موضوع طاولة الحوار اللي دعا لها رئيس الجمهورية الأسبوع المقبل، يعني شفنا بآخر فترة اللي صار بالشارع، ويعني كنا على شفير إعادة اندلاع الفتنة، وشفنا شارع مقابل شارع، وشفنا حتى شعارات طائفية رجعت من أول وجديد. للأسف يعني نحن محكومين بالاستقرار الأمني كأولوية، لن نقدر نعمل أولا استقرار سياسي وبعده استقرار اقتصادي. نحن بأي مرحلة؟ نحن بمرحلة الجهل، الجهل الفاحش يلي عم يلعبوا فينا الحكام بدروه طائفيه، لان شافوا هيدا فل وهيدا فل يرجعوا يجيبوه بكرامته بدروه طائفيه وحرب ورح نقتل بعضنا يا جماعه. هيدا بيرجع بيجي على الحكم، رجعنا مطرح ما كنا، ورجعوا لقطوا زعماء الطوائف مثل ما كانوا ولا تغير ولا شيء. يا جماعه نحن فهمنا اللعبه. طيب بس من الاخر حرام، شو عم يطلع لكم؟
عم تخربوا البلد؟ لك هيدا وطننا، وين بدنا نعيش؟ وين بدنا نتبهدل؟ يفهموا يحسوا على دمهم. ولك انتوا وين بدكم تعيشوا؟ اذا فليتوا رح زعدتوا برا رح تكونوا احسن يعني؟ معك مصاري وعيش بفرنسا، شو رح يطلع لك فيهم؟ فرق ما تكون هون مقدس ومكرم عاملين لك زعيم وطني مش زعيم مفيوزي. والتاريخ بيحكم. يا اخي في خدي مثلا سلطان قابوس ولك عمل مسقط وقت مات بتحديك اذا حدا ما بكي بسلطنه عمان. بتحديك اذا حدا ما بكي. يعني بتحسي قديش حب لهالزعيم اللي عمل له الوطن وشعور الانتماء، هذا الاساس اللي نحن يعني اليوم اللبنانيين للاسف يعني كل الناس بيقول لك من راس على بكره بيفتح المطار كل بفل، لا في امل، لا في شعور انتماء ولا في بقى. نحن مش رح نفل من هالبلد، رح نبقى بهالبلد، وهيدا احلى بلد بالعالم. قد ما تبرم العالم كله رح ترجعوا تجوا على لبنان. بس بدك تامن له شيء طيب ابو البلد، يعني بدنا نحن نامن له، بتامن له فرص عمل، بتامن له عداله اجتماعيه، بدك كلهم هول مفقودين للاسف. مزبوط، وعم نشتغل عليهم. ليش عملنا ثوره نزعوها؟ هن نزعوها، حكامنا نزعوها، فاتوا هن نزلوا معنا ولك ما اهضمهم، نزلوا معنا وباعوا جماعاتهم ونزعوا لنا اياها. طب يا خي مبسوطين؟ كم حدا غرق مبسوطين بهالبلد مثل ما هو؟ ولك ما عم نجرب نظبطه وانتم معنا. اذا زبط لنا وإلكم يا جماعه، البلد لنا وإلكم، مش الي والي وحده، بلد انا وانت، مش بلا يا انا يا انت. هيدي اللي مش عم يفهموها، ما عم يفهموها. يا انا بدي طايفه، يا بدي كذا. ولك غلط، كلنا بنرتاح اذا عشنا ببلد منيح، كلنا اذا زبط لبنان كلنا بنعيش ببلد بكرامه. ليه ما نتبهدل بس عايمنا نحن؟ لا ان شاء الله عايم اولادنا. ولك ما خلص عم تقضوا على المستقبل. يعني كانوا اهالينا يقولوا انه بدنا نامن مستقبل لاولادنا، جينا نحن هلا عم نعيش يمكن مرحله اصعب من اللي عاشوها اهلنا، يمكن ناقصنا بس صوت المدفع، ونحن هلا عم نقول لاولادنا كمان. ما بعرف اذا اولادنا حيجيون بعد قصص ابشع وابشع. ان شاء الله لا. هون نحن بالتاريخ هلا نحن موجودين، عم علينا نشتغل تنرجع نظبط بلدنا ونرجع نظبط السكة. عندنا كتير أطراف هلني عندهم مؤتمر داعي عليه رئيس الجمهورية، إن شاء الله ما يرجعوا يقضوا يبكوا حق عليك وحق عليك وحق فلان وحق فليتين. يا بدهم ياخدوا قرار هلأ في عندك إنهم أيسر على المحك، يا ياخدوا قرار يفوتوا بالمعركة ضد المحور الغربي وضد ما بعرف شو، يا بدهم يفوتوا مع ضد فلان، يا ياخذوا حياد ياخذوا قرار تنعرف حالنا على اي شيء ما نوقف فيه. وانا برايي الحياد اهم شيء بدنا. نحن بلد صغير، امريكا اخترعت القنبله النوويه من 45 واستعملتها، ايران بعدها عم تصممها. يا جماعه روقوا شوي علينا، الحرب مش حلوه، مش لالنا. بدنا نعمل دولة. المرة يمكن الحرب أصعب، لأنه المرة الحرب اقتصادية عم يعني بتطال الناس. مش مضطرين. ليش بدنا نعيد العالم؟ يا خي إيران بدها تساعدنا كهرباء، نحن حاضرين. أمريكا بدها تساعدنا، أهلا وسهلا. فرنسا بدها تساعدنا، أهلا وسهلا. بس ليش بدي أوقف ضده؟ مني قدهم، مني قد. نحن بلد لما صغير. نحكي الدول بدها تساعدنا، هيدي الدول يعني، وهيدا كان كلام الرئيس الحكومه من يومين، قال انه لما حكى اعلن بدء معركه الفساد، قال الدول كلها عم تشترط علينا محاربه الفساد لتقديم المساعده. ما في لزوم يحكي بدي حارب الفساد، يجب بلش يشبق فيهم واحد ورا الثاني، يبلش بالقضاء، خلي القضاء يمشي واحد ورا الثاني فيهم. يكون عندنا قضاء مستقل وتشكيلات قضائيه مستقله. هون القاضي هو بده يحكم على حاله، يا بيكون مستقل يا بيكون تابع. هو القاضي بيكون يا قد حاله يا يفل. لبنان ما خلص بده يطلع بقى. قد ما تفرطوا لنا الثوره، الشعب بده يرجع يظبط البلد. نحن بالاخر منا ضد حدا. نحن مع بناء وطن نعيش فيه بكرامه، بمحبه، ونقدر نربي اولادنا، ما نشغل بالنا لبكره وين بدهم يعيشوا. ليه بدي هجرهم كل هالقد ما غتفلت تنتج برا؟ ليه؟ ما نستفيد منه. نحن الشعب، نحن شو بيصير فينا بلبنان؟ كلفه الانسان بالدراسه بالطبابه خلصنا منيح، تعلم، اجى بده يبلش ينتج، بيروح بيلاقي ما في فرص عمل، بيروح عند امريكا ببلش يطلع مصاري وبلش ينتج لهم لهونيك. ما اللي عم يشتغل عم ينتج طبعا. طيب ليه بده ياخذ انتاجه الدول الغريبه؟ ما نحن بدنا النتيجه. هون فرص العمل نلاقي لهم حل تيقدروا يشتغلوا بلبنان. وفرص العمل ما بتجي هيك حكي،
تجي بدك تعملي مثلا، رح اعطيكي امثال كيف منعرقي حالنا بلبنان. تجي بدك تعملي رخصه، اول مصيبه هلا صارت نقابه المهندسين. نقابه المهندسين صار بدك تبلشي اول شيء المالك بقى شيء، صار يفكر انه المهندس عم ينهبه، بينما هي البروسيس اللي صار غلط. يعني بتبلشي بدك مهندس كهرباء ميكانيك ستركتور، خمس مهندسين، خلصنا خمس مهندسين كتير منيح. صار بدك مهندس دراسة تربة، اوكي كتير منيح. بدك مكتب تدقيق كمان كتير منيح. وبدك عدي والحقيني بعد ما بلشنا منيح، بتروحي بدك تبلشي بالرخصة، بدك رخصة قص أشجار، كل شغلة بتاخد شهرين تلاقل. كيف بده يمشي الشغل؟ هيدا إدارات. خلصنا بالنقابة، فتنا بالتنظيم، فتنا بالاتحاد البلديات، ما في شيء اسمه ما شو اسمه يشجع المستثمر فعلا. كلهم بدهم، كل واحد معه أمضى بده ينهب الثاني. يا اخي لا، هاي الشكوى فعلا بسمعها من كل اللي بدك تبلش يا حسان الدين، بدك تبلش من الصغير والكبير سوا. شبوق واحد كبير وشبوق مية صغار، بس يمشي الدوائر بالصف يمشوا، ما في طوابع. ولكن امبارح كيف بدك تشتغلي؟ في شيء مش لوجيك، في شيء مش لوجيك. يعني كيف بدها تمشي المعاملات؟ تيجي خلصتي، مش هون السؤال، خلصنا الرخصة من التنظيم من الكازا، علقتي بالبلدية، خلصتي من البلدية، تجيك الجارة عم يطرطق علي بتشكى عليك، برجع بردك من الصفر. لأنه هيدا يفترض أن يكون في ما يعني بيصير هيك. عم نحكي إذا مناطق صناعية، لما بروح على مناطق صناعية في مستثمر بده يحط مصاري هون، مش كرمال يجي واحد يتشكى عليه بس لأن سكر له المنظر. يا جماعة، بلد بده يتعمر، أول شيء بدنا أخلاق، أخلاق وطنية. ما فينا نعيش مع بعضنا هيك، عم نضرب حالنا. خلصتي مشيت الورشة، اجت الجارة تشكيت، مشيت الورشة، بيجي الدرك بوقف لك اياها، بيجي الاستقصى بوقف. ولا كيف بده يمشي اقتصاد؟ كيف بده يمشي اقتصاد ونحن الدولة بدل ما توقف حد على المستثمر عم نحرق حريشه؟ يعني بنبرم وبنرجع على المشكلة السيل، هي العقلية بعد السائد. نحن المستثمر يعني جايين ننهبه. ولك شو هالمنطق؟ بدنا نلاقي حل يا جماعة. وعوه بده يجي يستثمر بالبلد، مش جايين تنهبوه حضرتكم، جاي يعمرنا بلدنا، لازم نوقف حده، لازم نقدم له تسهيلات بالعكس، خصوصي بهيدي الظروف ما عرفت بعد مصر وبالعراق بيقدموا لهم اراضي ببلاش، تعوا عمره. نحن هون بيجي شو فينا ننهبوا، بدنا ننهبوا فعلا، بدي يقدموا لهم حوافز. نحن مثل عم تقول بعمالتهم الاداريه بتاخذ معهم اشهر، يمكن بيرجعوا بيفكروا. شو بدي خبرك؟ انتوا عم تحكي استاذ شربي، قلت لنا انه قد ما يحاولوا يفرطوا الثوره، فرطت برأيك الثورة بعد الأحداث الأمنية، المسار اللي أخذته آخر فترة؟ ما بعتقد، لأن الثورة هي نحن أكتريتنا ما نزلنا آخر مرة. هلا أوكي في ناس نزلوا يعطيهم ألف عافية، وفي ناس نزعولون إياها، نزلوا نزعولون إياها كمان، الله لا يعطيهم العافية. مثل كأنه مقصودة؟ أكيد مقصودة، ولو مقصودة تيرجعوا يردوا المحاور، تيرجعوا يردوا بعضهم، تيرجعوا يجيبوا بعضهم على الحكم. متفقين علينا يا جماعة، قد ما تبرموا وتطلعوا وتنزلوا كلهم هول الكبار متفقين علينا، ونحن المعترين ما يكون خبيط. يا اخي انا تيوقف العسكري عم اقول له بدنا سلاح يكون محصري بايد الجيش العسكري، وعم يضربني العسكري، شو بدك احلى من هيك؟ لانه كمان رفعت هيدي الشعارات هلا وقتها. ما فهمت شو قصدي، مثلا انه بس انه الجيش بالنهاية يمكن عنده اوامر، بس حتى هيدا الشعار اللي طلع يعني هو بحد ذاته اللي اذا الثوار والثوره ليكي هود الشعارات كل اللي نزلوا يلي بدون ينسقطوا الرئيس، يلي بتسقطوا سلاح وكذا، مش نحن كبينه. نحن كل اللي عم نكبه بناء وطن، بناء وطن عادي، وإصلاح ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوب. يا خي بقى ايش بدنا الأموال، فل خذوله فله. شو بيقولوا، بنسكر الحساب وبلش نعملكم براءة ذمة يا جماعة، فله خلينا نعرف نعمر هالبلد. كل ما شو بده يجي مصاري رح يرجعوا يروحوا. ما تخاف، ما تفكري انه رح يعملوا شيء، ما بيعرفوا يبنوا وطن. يعني كمان برايك يعني انه بشطبه قلم فينا نعمل كل هيدا الشيء؟ يعني هالقد في عنا مشاكل متراكمه، وهالقد في عنا اهمال وفساد ومحسوبيات وكله، يعني كمان ما فينا نحكم انه بين ليلي وضحاها انه ما قادرين يعملوا، بدنا نعطيهم وقتهم. اذا بتعرفي ما عم يعملوا دعسي لقدام تياخذوا ثقه. هي الثقه كفيله وحده ببناء الوطن. أعطيني ثقة، لقي لي طريقة ياخذ الشعب الثقة. نحن معروفة عالميا أنه أكثر شعب بحب الحياة، وأكثر شعب عصامي بكل العالم، وين ما تروحي بتلاقيه داير ما بيعرف يكون إلا ليدر، إلا بوطنه بده يكون منزل، ما بعرف ليه.
لا ما نكون مستلزمين فايتين تحت جناح فلان وتحت جلاد فلان. هنبني وطننا، نبني وطننا. والله حلو لبنان، والله حلو، حرام نعمل فيه هيك. ما في محاسبة؟ لا ما بدك تحاسب، لا ما بدك تحاسب. في عنده 100 حل يفرجينا انه غير انه خطه، فرجينا شيء على الارض واقع ونحن حده، نحن حده. بس كمان يعني ما فينا نقول انه اول مره يمكن من سنين عنا قليله خطه نمشي عليها، معروفين عارفين انه بدنا نعمل 1 2 3 لنوصل لهون. رح نوصل ما رح نوصل، بس على الاقل بلشنا. بلش بشي؟ طيب بعدك عم بتقول لما بدك تروح تعمل اي مشروع بتبلش بالرخصه. اوكي، على اعتبار انه ناس حتى ما اعطتهم الفرصه انه عم يعملوا رخصه على الاقل تيروحوا شوي شوي ياخذوا الامضه ويبلشوا يشتغلوا. نحن حاضرين، نحن لان شو ما يجي رح ترجع الحكومه، تقريبا مجلس النواب الموجود هو رح يرجع يعطي نفس الحكومه محكومين بهذه المؤسسات وهذا المشروع. نحن منا ضد، نحن مستعدين كل طاقاتنا نحطها بخدمتهم تنبني وطن. بس يفرجونا خطه تمشي ويمشوا، نحن حدهم بدك يمشوا، ما بقى يحطوا خطط 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 خطط. بدنا شغل، لبنان ما بيحمل. ولك اختربنا صرنا تحت الارض. بلشوا بلشوا بشيء، ولك بلشوا بالنفق تبع زحله تنقول عملتوا شيء. كل نص اللبنانيه مستعدين يفوتوا فيه، نص اللبنانيه بيقوتي مصرياتهم بالبنوك رايحين ديانا مصرياتهم بالبنوك. هيدا اذا خلوني يشاركوا ويستعملوا. خلينا ناخذ فصل علينا قصير ونعود بعد لمتابعه الحوار. مجددا اهلا بكم وارحب بضيفي الناشط السياسي والبيئي شرب ابو جودي. اهلا وسهلا فيك. تنين شفنا اجتماع امني مالي وكانه كان فيه قرار حاسم وجدي هالمره بموضوع سعر صرف الدولار. لحد هلا بعدنا عم نشوف في سوق سوداء وعم يوصل الدولار بمحلات ل 5000 و 4800. شفنا مسار قضائي ايضا بتوقيف مروجي الشائعات، صيارف غير الشرعيين، في غرفه عمليات امنيه مشتركه. يعني مثل ما قلنا يبدو انه في خطه واضحه. هل برايك في امل انه نرجع نشوف هيدا الانخفاض بسعر الدولار على الاقل ل 3200 مثل ما قال الرئيس بري؟ الخطه مش بضخ المصاري، خطه باعطاء ثقه للعالم. هيدي الثقه ما حدا عم يعرف قيمتها. قد ما تضخي مصاري هلا العالم بقى تاخذ وتضب بيوتها، وقد ما تضخي مصاري ما حدا رح يحط بيته ما رح يفرط فيهم. بدك ثقه بالبلد. ليش عم نفرط قطاع المصرفي؟ ما عم بفهم. بلد بده يقوم بلا قطاع مصرفي يا جماعه. مين عم يفرطوا؟ ما بعرف. ليه عم تفرطوه؟ العالم ضد المصارف، ضد مصرف مصرف لبنان. يا جماعه مؤسسات الدوله بنحافظ عليها. الدولة ما بتقوم بلا مصارف وبلا قطاع مصرفي. بدنا نظبطه. ايه بس استاذ شربل، يعني احنا بهيدي الفترة ما اكتشفنا احنا كنا عايشين بفقاعة كبيرة، عاطينا وهم كبير، كذبة كبيرة، بينت على أرض الواقع انه لا، لا سعر صرف 1500 ولا كان في استقرار ولا غيره، والمصارف كمان هيدي الفورة اللي عاشتها كانت فورة، يعني هلا عم تدفع ثمنها. الفورة اللي كانت عم تنسي الأصل. كلهم عم ياخذوا مصاري من العالم يعطيهم لمصرف لبنان تالدوله تصرفهم. صح. طيب ليه ما بتحكم الدوله اللي صرفتهم ترد مصرياتها لمصرف لبنان تالمصرف اللبناني يردهم؟ ما بدك تشوف الاصل، من وين راحوا المصريات؟ ما هن شو الدوله كان مجلس النواب عم بيصدق على كل الموازنات او حتى على المشاريع اللي بدها تمويل. انا بلاقيها مقصوده. مقصوده لضرب القطاع المصرفي، مثل ما عملوا دار مقصوده لضرب القطاع التربوي. حدا بيعمل زودة بيعطي سلسلة الرتب والرواتب، فهمنا؟ بيزيدوا 7 درجات للمدارس الدولة وبيزيدوا 7 درجات للمدارس الخاصة. يعني ما بعرف ليش عم يتدخلوا بالقطاع الخاص. لا لأنه هو القطاع الخاص قام قيمته حكى عن وحدة التشريع بين القطاع العام والخاص، يعني بس بتطلع 7 درجات. إذا هيدا بيقبض 1000 دولار هيدا بيقبض 1500 دولار، طلعتيه هيدا 1500، ليش هيك طلعيلي 3؟ ما كمان في عندك تقاعد عندك كذا. يعني في شيء انا برايي هي كانت مقصوده لضرب قطاع التربوي، في شيء غلط. وهلا متهمين الاهالي انه هن بده يضربوا القطاع التربوي لانه ما بدهم يدفعوا القصص. انا بحكيك التشريع، التشريع انا بيجي على مصر على مجلس النواب، هو كل تشريعاته غلط طبعا. منيح اللي هو بيتحمل مسؤوليه. عندك التوظيفات، توظيفات وحكينا هذيك المره عنهم. عندك عندك 35,000 موظف لا بيجوا ولا بيشتغلوا ونص وميتين وبعدهم عم يقبضوا.
هودي معدل بالسنه بينهم هن وعيالهم وكذا بيطلعوا مليار دولار بالسنه. يا جماعه هودي هلا فيكم تبلشوا فيهم. انتوا اعطينيكم ثلاث حلول. اول حل تحطوا قاضي الله معكم على البيوت، لان هيدي سرقه ممنهجه. يا اخي ما بدك تشحطوهم على البيوت، كثير منيح. ماني ضد هيدي صعبه. ايه ماني ضد، منيح. افتحوا مجال البور، ليش بده يفتح بس الجمعة الساعة 11 صبت تحت مسكر وللساعة يفتحوا 24 حط 5000 موظف. ولما بده يكون اصلا خاضع للرقابة. وظفة بمطارح الدوائر العقارية، بدو الناس ينزلوا يدقوا، جيبوا من هالموظفين ما عم يشتغلوا. وين المحاسبة وتفتيش المركز؟ هنيتهم بيشكوا لما نحكي نسألهم ليه ما عندكم هيدي الرقابة اللي عم تقوموا فيها بإدارات الدولة، ولو ما عندنا عناصر بشرية كافية. واللي ما عم ينتج الله ما هو عبيته. هيدي اذا بدك تحكي، او اذا بدك الشركات اللي عم تنتج للدولة هلا ني بوضع الصعب، والدولة عم تدفع لهالموظفين، تحط لها شي 30 40 موظف بالشركة يشتغلوا ببلاش على حساب الدولة، الدولة تكون عم تدفع لهم، تساعد هالشركة تما تفلس، تعمل لها شوية تريتمنت وحتى تنقص، والا ما بنخلص اقتصادنا، إذا ما تساعدنا ما في اقتصاد. هيدي إذا بتحكي ك مثلا هي شغلة فيك تبلشي فيها من هلا، بدك توفري مليارات؟ طيب مش عم يشتغلوا. بس هيك سياسي سياسي ما بيش، ما فيك تحطي كل ضغطك كل تفكيرك انا شو بده يطلع لي بالسياسي، قد ايه بدي اجيب اصوات. ما فينا نبني وطن هيك، ما فينا نبني وطن على المحاصصه. علما انه هيدي الحكومه من رئيسها وجميع الوزراء قالوا نحن لا هدفنا نعمل حزب، ولا هدفنا نترشح انتخابات نيابيه، ولا هدفنا اي طموح سياسي، وهذا شيء كان واضح لما نفذوا طموحات سياسيه اللي حاولوا اللي حاطينهم، عم ينفذوا لهم مقاربهم، ما بيصير هيك. حلوا بقى يمشي البلد، ينقوا الاشخاص المناسبين بالاماكن المناسبه. في ادمغه عندنا بالوطن، يوم بعد بقول لك انه كان مطالب الثوره جيبوا لنا حكومه تكنوقراط. طب اليوم اكثريه الوزراء تكنوقراط، ما كل واحد بده يجيب خبير وما بيعرف يخبر. عظيم. يعني المشكله مش بقصه التكنوقراط، المشكله هي بقصه انه شكل هيدي الحكومه اكثر ما هو مين بيمثلهم بالحكومه. مستقلين اول شيء، حكومه مستقله وتكنوقراط. هون ما حدا مستقل وما حدا عنده فيجن ينقذ البلد. معلش اسمحوا لي يا حضره الوزراء، البلد بده وزبه للامام. يلي بيدرس ام بي اي اول شغله تكون بشركه عم تنزل ما بخليها تنزل، بوقفها. مش بوقفها، بينقض للامام، بفوت باعلانات بفوت بكذا. شو عم تعملوا بوزبه الى الامام تتنقذوا هالبلد؟ هون بدها الفيجن. ما فيني ضلني اتفرج، بدي انطلق بشيء. بدك تفرجونا حل على الارض، فرجونا شيء وزبه الى الامام. بس انت كمان يعني اخذ شركه مفلسه. ما هون السؤال، هون القوة. وعلى يدين مش بس عارف مفلسي. مش ما عرفتوا انه جايين على شركة مفلسة وبدكم تكونوا قدها؟ لشو جيتوا لكان؟ لا هيدا دايما نقول عارفين لوين رايحين. لا 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 لهلا لا بترجي. يعني حضرتك عم بتقلي عارفين دولة مفلسة، لهلا بعد مش عارفين اذا نحن مفلسين او لا. لهلا بعد اليوم نائب ابراهيم كنعان عم بيقول بدي ارفع تقرير بحقيقة الارقام والموجودات واذا نحن مفلسين ولا لا وكيف راحت المصريات. ما تزعلي مني، كلهم بدهم محاسبة. بدنا في محاسبة. معقول يكون هيك بلد فلتان؟ شو اول شيء بدي حاسب الرقابه. الرقابه اللي على الرقابه، بدي احط رقابه على الرقابه؟ لك في شيء غلط. معقول يا جماعه؟ وكله بده محاسبه هون. بدك تفتح الحبوسه، ما بيصير هيك. والشعب اللي كان كل فتره ما عم بحاسب ولا عم بي يعني الشعب ما في حاسب، في مسؤولين، يا بيكون مسؤول يا يفل. هل يعقل كل هالارقام غلط؟ اذا هيدا المسؤول كمان لا الناس راضيه وما عم تشكي وما عم تحكي، ما فينا نلومه. كل حالة عم تاكل خبيط يا حاصرتي، شو بدها تحكي؟ بدها تحكي بعد شو بدها تحكي؟ ليكي الاستفتاء 17 الشهر كان هو الاساس. وعرفتوا انه الشعب مش راضي. طيب ما هلا ما ترجعوا تنزعوا الخبريه وتديروها كل واحد على قياسه. شوفوا الحل تنبني وطن. هيدا وطننا، بدكم المغانم ما بدكمش تعطونا. يا اخي والله فلوا فشلتوا باداره الوطن، فلوا. خلوا هالشعب ينقي إدارة جديدة لهالوطن بس. طيب اليوم كمان حتى هيدي الناس اللي نزلت وكان مع وقت يمكن من 17 تشرين لهلا أشهر، ما شفنا كمان خطة عمل واضحة من المجموعات اللي تشكلت إنه كيف بنتصرف بالديون، كيف بنقدر نعمل اقتصاد منتج بنروح على اقتصاد. في عنا بالحراك في 16 جمعية كل وحدة عاملة كتاب هالتخن. حدا قريهم؟ حدا طلع عليهم؟ ما مش عم يعبرونا. ما عم بعرف ليش هالقد هالاستهتار بالشعب وبالوطن. ما بعرف ليه هالاستهتار. اوكي انت بالحكم تتزبط البلد،
تشوف شو بده الشعب وتمشي، مش انت شو بدك بس، هاي النظره. يعني فينا نقول انه الناس لما تفقد الامل معها حق ولا لا؟ انا برايي ممنوع تفقد الامل، خاصه ببلد مثل لبنان. رغم كل شيء، رغم كل شيء برجع بقول لك نحن شعب حي، وهيدي ما بتلاقيها بكل العالم. شعب حي، بس مشكلته وين؟ مشكلته الانانيه. انا هيدي بس يشيل الانا ظبط البلد. مشكلته وين؟ هالحكم اللي عندنا قديش منه ذكي تداير هالشباب الادمغه ياخذهم على الوادي. عظيم، ما اعطيتني شيء ثاني يتمسك فيه الناس الا هو العنصر البشري، يعني لانه انا بدي ضل بهالبلد، بس هالبلد ليه بدي ضل فيه؟ كيف بدك تقنع هيدا الشباب اليوم اللي هو بالجامعات وبده يتخرج انه انت خليك بهالبلد، انه انت رح تلاقي فرصه عمل وما تفل؟ صح، هيدي اللي عم اقول لك اياها. نحن عندنا مشكله كبيره بالاداره الموجوده. بدك الثقه، بدك تاخذي الثقه بهالبلد، وهيدي اللي بتفقدها هالحكومات اللي عم تجي، ما عم تعطي ثقه للبلد. بكلمته للرئيس الحكومه السبت قال انه لبنان غني فيكم، يعني عظيم في طاقات بشريه وفي هيدا الحب للوطن وغيره، بس كيف بدنا نستثمر هيدا الغنى؟ ما كانوا عم يستثمروا، ما كل هالشباب اللي برا عم يكبوا اموال ضخمه للبلد، كانوا اتكالهم على الاموال اللبنانيه، اموال المغتربين اللي عم تفل لبرا، كانوا مبسوطين يمكن انه عم يسافروا، لانه بس وقفت الثقه، بس وقفت الثقه بالبلد وفوتونا بمحاور اخترب البلد. طيب ليه ما نخربه؟ اليوم مشكلة الدولار يقال انه ما في حل الا انه ترجع تجي بعض الاموال على الداخل، لنرجع نشوف نوعا ما هذا الاستقرار لانه اصبح مفقود بالسوق. صح. يعني هيدي الحقيقة. رئيس الحكومة قال انه ناطرين يفتح المطار بأول تموز، وعندما يفتح المطار حنشوف بعض يعني اللي حيجي على لبنان حيكون معه بعض الاموال، واكيد معولين على مفاوضات صندوق النقد اللي يمكن تاخذ وقت ويمكن لا. بظل العقوبات انه قيصر الامريكان، السياسه الامريكيه واضحه صارت تجاه اللبنانيين، قد ايه فينا نتامل انه بعد يجي لعنا دولارات على البلد؟ حسب القرار بكره ما عندهم اجتماع مع دوله الرئيس، عندهم اجتماع ياخذوا قرار حاسم. ياخذوا قرار، نحن دوله ياخذوا قرار، هن يا بياخذوا قرار والبلد بيروق وبينفذ قرار سياسي واضح وصريح، يا خي نحن ما بدنا نعادي حدا، نحن بلد محايد. بس هن طالبين منك توقف تحكي مع ايران، توقف تحكي مع سوريا. ما حدا عم يقول لك ما تحكي معه. هيدا الامريكان شو عم بيقولوا لما يقولوا لك قانون قيصر ممنوع لا افراد ولا مؤسسات ولا شركات تجاريه تتعامل مع السوريين، شو عم بيقولوا لك؟ طيب هلا انت شو فيك تعملي؟ بدك تاخذي قرار انه انت اليوم عم تحكينا عم نحكي عن موضوع الزراعه، طيب هيدا المزارع اذا قدر زرع ما بده يبعثهم على الدول العربيه، عنده غير بوابه سوريا او بده يروح على البحر اللي قلنا عنه اللي هو جدا مكلف. صح كمان. صح. قد ايه بيتحمله المزارع؟ 100%. نحن شو فينا نعمل هلا؟ قولي لي. فيهم يوقفوا، يعني لا فيهم يوقفوا ضد الامريكان ولا فيهم ينفذوا كل شيء بدهم اياه الامريكان. قراصي، بس ما شو فيك تعملي هلا؟ بدك مصاري، بدك كذا، ما عم اقول لك روح ننزل قدام فلان او ننزل قدام فلانتين، بس اذا اخذتي قرار حيادي لا بيعود حدا يتدخل معك ولا حدا يتدخل عليك. على كل الحالات هلا اذا بدك تبعت تتعاطي مع سوريا مثل ما كنا بالقبل صعبه. هلا بقانون قيصر صعبه. طيب ليش لحتى نحط زيد الصعوبه على حالنا ونتحدى الدول كلها ونحرق بلدنا ومش قادرين نعمل شيء؟ رح نقدر نقاوم؟ رح تقدر تقاوم الغرب كله؟ ما فرق ما تجيبيه حدك. يعني فرق ما تحطيه حدك. الناس عم بيقولوا عندنا خيارين، يا بنروح على سيناريو فنزويلا وبعض الدول او بنروح على خيار انا برايي هون القرار للدوله تاخذ قرار، تاخذ قرار. ما نحن حزب الله ضمن القرار السياسي جوا، ما هن بالحكم. خلوا سلاح برا يا خيي ويشتغلوا سياسي. ياخذوا قرار سياسي، شو بدهم؟ كدولة ضمن كل الأفريقاء يتفقوا، وأنا برأيي هيدا الحل بيخلص البلد. عظيم، بس اليوم حزب الله هو محيد سلاحه، بس في ناس عم تحاول تزجه، شفناها بالشعارات اللي طرحت بالحراك، يعني وكأنه في شيء مقصود. ما خلي بكرة بالاجتماع يقول أنه نحن محايدين السلاح وعم نشتغل كدولة وبدنا نضلنا بلد منفتح لكل العالم وما بدنا نعادي حدا وبدنا نكون مع محور ضد محور، بيزبط البلد. ما بده هالقد. نحن لا شو بدنا نعادي العالم كله؟ ولك شو طلعنا تنعيد العالم كله؟ قادرين نرجع نسترد هيدي الثقة الدولية؟ أنا برأيي قادرين. نحن شعب كتير منفتح وعنا علاقات مع كل العالم، والغنى اللي عنا هيدا الحلو، نحن بدل ما يكون هيدا الغنى الطائفي اللي عنا يكون كنز للبنان، عم نعمله نحن كارثة للبنان. ليش ما بنحاوله؟ هي لعبة بس قصة اتفاق مع بعضنا. هيدا هو الكنز. الكنز كيف نستعمله نقدر نوحد القوى. انا صاحبي مع فلان بجيب فلان يدعم لي يزبط لي بلدي، فلان بجيب زبط بلدي، كل واحد يشتغل على ليش تجيبوا ويخبط بعضنا.
خلصنا خبيط، خلصنا تهديم وتكسير. يعني للأسف مشكلتنا سببها سياسي وحلها بالسياسي. أكيد. وخطط اقتصادية وغيرها. قد ما تعملي خطط اقتصادية السوق بيمشي لوحده. نحن شعب لبناني بس شعب على الأقل حي. نمشي نعرف وين نمشي، مش نتكل على صيفية كم أوتيل وتأجير سيارات نمشي اقتصادنا. ليك اللي عمله الفيسبوك خمس شباب أربع شباب شغلوا دماغهم 46 مليار دولار. صح. منيح؟ نحن شغلتنا بيع أربع خمس شقف تقعد أزرع جنينة قدام البيت. يعني يا جماعة عنا أدمغة، أنا مهندس عم عمر 650 مشروع بالعالم، ربحين 14 مشروع كونكور عالمي، نفتخر فيهم هودي، كونكورات عالمية ربحينهم. يا جماعة نحن هون الأدمغة تبعنا، نحن مش أنه إذا زرعت قدام البيت يعني خلصت اقتصاد بلدي، نحن منبيع أفكار للعالم ومنفوت مئات ملايين الدولارات للبلد. هيك بيشتغلوا الاقتصاد. هلا عم يغروا انه يربوا دجاج كمان بلديات بيعطيني يربوا دجاج قدام بيوت. للاسف وقتنا انتهى. استشار ابو جودي، اهلا وسهلا فيك، شكرا لوجودك. نصل الى الختام، شكرا والى اللقاء.